الموضوع انت تسألني عن اللهجات يعني. اي نعم. بديت اللهجات وكيف تتكلم فيها. البداية كانت عندي ولد عم كان يسافر لجده وابو امه في سوريا، وكان هو مشتري له مزرعة هناك وسكن هناك وصار يعني ساكن في سوريا. فكان ولد عمي دائما يروح هناك ويجي ويجلطني باللهجة السورية يعني ويتكلم معي. فكنت انا ما اعرف سوريا ولا عمري سافرت سوريا ولا ادري شكل سوريا ولا اعرف اي حاجة عن سوريا. فكنت في مرة من المرات اقول له يا سعود يعني تكلم معايا زي الاوادم يا سعود، الله يسعدك يا سعود، يا سعود فكني من اللهجة السورية، تكلم معايا عربي ابغى عشان ابغى افهمك، ما في فايدة الا تكلم معي عنني. فمرة من المرات جريته شفت اللهجة ماشي معايا حلو. فلما انا جريته هيك يا خالي اللهجة السورية هي زبطت معي الشغلة. شلون والله ما بعرف، لا بعرف الشام ولا عمري نزلت على الشام انا ولا عمري رحت على الشام منو. وجيت مرة هيك يعني بعد شي اسبوع هيك انا عم جاري، ففت على ناس من اهل الشام يعني بمحل شاورما، وكمان هن ما صدقوا بنوب يعني، قالوا لا امك من الشام ولا ابوك من الشام ولا عدت بالشام شي 10 سنين ولا عدت مع شوام، لا بتعرف شي بالشام، شلون عم تحكي؟ ينعمل قلبك، يا والله هيك حكوا لي. وبعدين انا رحت هيك يعني اشتغلت بمسرحية، وكانت اول عمل مسرحي لإلي كان قدامي 1000 واحد يعني هيك بس جمهور، شو يا خالي؟ مصيبة. فاشتغلت قدامهم يعني هن، وكان التمثيل تبعي باللهجة السورية على اني انا سوري وشغال هيك. سنة كم كان؟ الكلام هذا يا سيدي قبل يمكن شي 7 سنين. قبل 7 سنين هيك يعني بتذكر هيك بلكي يمكن 24 25 هيك. بلكي والله ما بعرف. فالمهم يا استاذ انا لما اشتغلت هيك معهم كانت وقت البروفات هيك عم نشتغل، وكان في زلمة قاعد وعم بحكي هيك يعني باللهجة المصرية. طبعا انت تعرف السعودي لما بيتكلم باللهجة هي المصرية بيجلس برضك وما يعرفش كده. فقلت له لا حق قول كده، ما تقولش كده. الله شفت اللهجة، بسم الله ما شاء الله جميلة قوي. طبعا في ظرف اسبوع انا حضرت الماجستير في اللهجة المصرية طبعا، وضربت ناس كتير برضك بومبا ما كانش مصدقين خالص ان انا سعودي، كمان مصريين والله العظيم مش مصدق، حضرب في دماغه والله. وكان واحد مصري كمان بيسألني يقول له انت سعودي ولا ايه؟ والله العظيم سعودي اهو الكرنيه بتاعي. قال وكمان بتقول كرنيه اللي هي بطاقه طبعا هنا في السعوديه مش كرنيه، بتقول ده الكرنيه بتاعي. كمان كرنيه يا راجل انت مش سعودي، والله العظيم اقطع دراعي لو انت سعودي. فكتير يعني ضربوا بومبا، وكمان حصلت ظروف كتيره يعني بالنسبه للموضوع ده. فكنت قاعد مع ممثل كمان، الممثل ده برضك يعني جميل قوي بيعرف يتكلم بلهجات برضك. فقلت له انا عجبتني شغلانه منك يعني اللهجه العراقيه انت بتتكلم فيها ازاي؟ كان هو بيروح فين للاجئين دول اللي هم بتوع العراق، فكان يعني يقعد معاهم كتير ويكتسب منهم اللهجه. فقال له رايت تحكي باللهجه العراقيه؟ عم ما تحكي بيها من دماغك، تحكي بيها من الخيشوم. شلون يا ابي فهمت هاي اللهجه؟ قلت اي والله فهمت. حسيت شلون تحكي بيها كذي؟ قال اي والله تحكي بيها كذي. عيني هاي بغلط باوع بيها والله حلوه، حلوة والله اللهجة العراقية مو اي والله. حافظ قصيدة شيء عراقي؟ والله بي موال عيني. لا رايت تسمع موال عراقي يا ليش زهريات او شيء؟ اي والله بي هاي ما الشيعة اي بس انا وسني يعني مو شيعي. رايت تسمع هاي الشيعية؟ يا ريح الهاب وياك والدنيا ازور احباب غياب عن عيني، سفرهم طال وانا بهالحال، سفرهم طال وانا بهالحال، يا ريح الهاب وياك والدنيا علي لو داب دلالي خلص بالقهوه الونه ابو حسين فارقني خبر لليوم ما منه على النسمات يا ريح خليني هشوف وين ولياي دليني. هاي يعني ما قال شيء بس انا سني مو شيء والله عشان الجمهور يعني ما شك اني انا والله شيء. لا انا مو شيء انا سني. في بعدين اجت اللهجات ماله اللي هي الأردنية. هذا اللهجة الأردنية طبعا مش صعبة، قريبة علينا هناك واحنا بنعرفهم جماعة هيك طيبين. وبعدين اجت بعدها كمان معها هي اللهجة الفلسطينية بتعرفها؟ شو؟ اللهجة الفلسطينية. تاني بتقول لك هذا ابو تيسير
اوكي هذا حكى لهم زودي انا بتجيب لها كمان تنكتين زيتون من هضرم الله. تعرف رم الله؟ هاي اللي حكى لها كمان بتجيب من عند من ناس من الضفة بيجيبوا لها كمان طرشي ومخللات وهيك شغلات يعني هي حكت لهم انا ما بعرف والله. فكمان بعدين اجت الجماعه دي الناس السميحه دي الناس السودان يا اخي والله ناس سميحه شديده على قلب بس والله ما زين ده جاب لي سمره انا والله جاب لي جنا ناس ما ممكن يا اخي والله يا اخي ده ما ظريف الواد ده والله يا اخي ما ممكن والله ما ممكن والله ما ممكن انا والله ده الواد ده قلت لي الحاجه فاطمه قالت والله ده ولد يا اخي جاب لي جنا ده قد لك الويك والله غسل لك من يا اخي الله اسمع عليه والله الله تقول له مشكله تضرب ليه الواد ده ولا تشوف ليه مشكله والله ده عمل له جنان يا اخي في دماغه ده لا جاب ليه جنان يا اخي عمل ليه جنو يا اخي على قال ما اقول له والله. وبعدين يعني جت اللي هي اللهجه هذا كيف يعني افغاني قلقل كيف يعني تريقة حاجة ومال ولا سواق ديانا بي ولا كيف يعني شيل بتيخ وشيل شمام وشيل ولا خزرة وبي ولا عندك بعدين هو شغل بالليل ولا سوي خبز دميس ولا بيا عندك هذا بي قبول قلابة خمس عرب بعدين شغل بالصباح يعني بانشر شاي لاستا كلا غير زيت خالي سيارة بعدين يعني جت اللهجات هذه بعدين اخر لهجة اللي هي جت طبعا هي ضربت السوق كله اللي هي هذا ما بيها هذا كله لازم هذا بدين هذا كله هذا بدين هذا بيها هذا سبودي هذا كله يوم هذا بيجي إيدي مصاص بقى لسا مدين هذا بيها رارا هذا دكتور كلام نزيب سي إبرا طوه ميلا لسا مدين ما بيسكونا هذا كله هذا كله هذا كله هذا سيم سيم